نجم من نجوم النادي الاهلي، ابن النادي رمضان صبحي اللي ضحى بحاجات كتيره قوي عشان يكمل في النادي الاهلي. رمضان مليون مبروك، لقب غالي، رقم 41، حدث ولا حرج عن القاب النادي الاهلي، حدث ولا حرج عن انجازات النادي الاهلي. الحمد لله. اول حاجه بشكر ربنا، اللعيبه دي كلها رجاله، والجمهور اللي جه وقف معانا من ساعه ماتش سان داون احنا بنشكره كتير قوي، وهم كانوا واقفين معانا وفي ظهرنا دايما، ولما هم قالوا لنا الدوري في الماتش احنا لبينا الوعد، واللعيبه دي كانت رجاله والحمد لله على المكسب. الحمد لله بنهدي للجماهير ومجلس الاداره واللعيبه كلها رجاله، والحمد لله وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي. ما فيش تهديل لكابتن اكرامي ولا شريف ولا اي حد؟ طبعا ما شريف كان معانا. خلص على نفسك اهو. لا لا لا، الكابتن اكرامي طبعا حبيبي، وشريف ربنا يكرمه ويرجع بالسلامه تاني. لا المدام في البيت بقى وشها حلو والله الحمد لله، ان شاء الله الفتره دي تبقى خير علينا، واللعيبه دي كلها رجاله ونستحق المكسب ونستحق الدوري والحمد لله. لسه الاهلي عنده مزيد؟ طبعا طبعا اكيد.